الأهلي يمنح لاعبيه راحة 48 ساعة عقب العودة من زامبيا ويخوض مباراة ودية استعداداً للنجم الساحلي. طاقم تحكيم مباراة الأهلي ونكانا يشكو من سوء الإقامة في زامبيا. الأهلي يشكر سفير مصر في زامبيا ويطالب اللاعبين بتناول الجرعة الثالثة من الملاريا. المكتب التنفيذي للأهلي يجتمع الاثنين لمناقشة لائحة النشاط الرياضي. الأهلي يكشف حقيقة تهرب أحمد فتحي من التجديد بعد العودة من زامبيا. وزير الرياضة يتدخل لحضور جماهير الزمالك مباراة فيتا كلاب، وأمن الإسكندرية يتمسك بالرفض. شكوى الفيفا وطلباته المالية تعطلان انتقال سيسيل الزمالك. الزمالك يؤجل سفر محمد إبراهيم للانضمام لماريتمو البرتغالي لما بعد مباراة فيتا كلاب. شوقي غريب يستقر على ضم شيكابالا لقائمة الفراعنة أمام السنغال. عصام عبد الفتاح يشكر بورسعيد بعد نجاح معسكر الحكام. الداخلية يصرف القسط الأخير من مستحقات لاعبيه. المقصة يختبر لاعبين أفارقة في معسكر الإسكندرية. دجلة يدرس مواجهة المصري وديا بالإسماعيلية. محمد محسن أبو جريشة يقترب من العهد اللبناني. 20,000 جنيها عقوبة الغياب عن تدريبات المحلة. الصفاقس التونسي يتغلب على أهلي بنغازي الليبي بهدف نظيف في دوري أبطال إفريقيا. إلغاء مباراة ودية بين سرير سبور التركي والمنتخب الأولمبي الكويتي بعد اشتباكات عنيفة بين لاعبي الفريقين. إبراهيموفيتش يتعادل لباريس سان جيرمان مع الساد ريميه في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي. كريستيانو رونالدو ثاني أقوى رياضي في العالم بعد نجم السلة الأمريكي ليرون جيمس. مانشستر يونايتد يضع سونغ بديلا في حال فشل صفقة فيدال. سيميوني يطلب التعاقد مع توريس وكايخون لدعم هجوم أتلتيكو مدريد. أياكس الهولندي يغازل الأسد الكاميروني صامويل إيتو. الشقيقتان ويليامز يبلغان نصف النهائي دورة مونتريال للتنس. فيدرر يحتفل بعيد ميلاده 33 بالفوز على الإسباني ديفيد فرير في بطولة تورنتو للتنس. الأمريكي مايكل فيليبس يخسر في سباق 100 متر فراشة ببطولة أمريكا للسباحة.